صباح الخير، حلقة جديدة من حوار اليوم مع كل تطورات غزة وتطورات لبنان يلي فرضتها أحداث غزة. رح تكون محور هذه الحلقة مع الأستاذ الجامعي دكتور جمال وكيم. أهلا وسهلا فيك دكتور وكيم، دائما ضيف عزيز على بلاتو الأو تي في. عمليا في أكثر من مطرح نبلش فيهم، لأنه كمان تطورات لبنان مع أعلان حركة حماس بلبنان مهم جدا، ولكن تطورات الميدان الغزاوي امبارح بالليل وتطورات على المستوى السياسي الإسرائيلي كمان يمكن فرضت حالة عنوان أول. شو يلي عم بيصير اليوم؟ نحن عم نوعى على أخبار الجيش الإسرائيلي ينسحب من عدد من مناطق شمال غزة، بمقابل تصعيد كبير جدا بالجنوب بعده مستمر بشكل مجنون، بالمقابل المعارضة يلي يتزعمها يائير لابيد تطالب علنا يمكن للمرة الأولى نتنياهو بأنه ارحل، أنت ما بقى قادر تستلم. نحن وين بكل مشهد المعركة يلي فتنا بيوم الستين عمليا؟ هلأ بعتقد انه هيدي المعركة اسرائيل خسرت التعبير بيسموه بالانجليزي مومنتوم، او خسرت اللحظة الحاسمة اللي ممكن تحقق فيها انجاز عسكري، وهذا اللي شفناه انه قبل الهدنة حاولوا يحتوا اختراقات بمنطقة الشمال اللي هي بتعتبر الدفاعات المقاومة الفلسطينية أضعف منها من الجنوب. ما حققوا إنجاز، يعني أوكي فاتت الدبابات، ولكن كان في اشتباك مع المقاومين اللي عم بيطلعوا من الخنادق من الأنفاق، وكان في خسائر كبيرة جدا، وهذا سر الانسحاب. طبعا الإسرائيليين عوضوا أو حاولوا يعوضوا بإحداث دمار هائل واستهداف المدنيين وأحداث قتلى بصفوف المدنيين والأطفال، يعني 5000 طفل فلسطيني، هذا بالحد الأدنى يعني هاللي الأرقام الأولية بعد المعركة، 3000 امرأة يعني العدا عن المسنين، فبالتالي الحجم الضحايا المدنيين هو الأكبر وليس بالمقاتلين الفلسطينيين. نقله للجنوب هو لمحاولة، بيعتبر أنه يحاول يوجه ضربة للعصب الأساسي أو القاعدة الأساسية للمقاومة، بس بتقديري أنه إذا ما حقق إنجاز بالشمال كيف بده يحقق إنجاز بالجنوب؟ هون طبعا الإنجاز الوحيد اللي ممكن يحققه هو مزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين. للأسف ما فيش قانون دولي، القانون الدولي يطبق على من لا ترضى عليه الولايات المتحدة، استنسابي. نعم للأسف، فهذا بيودينا لنتيجة أنه إسرائيل ستكمل جرائمها، ولكن إلى أي حد؟ هون لأي مدى في عندنا غطاء أمريكي لا، أو إسرائيل عندها غطاء أمريكي؟ لأنه جو بايدن بعتقد إدارته لا تستطيع إعطاء هذا الغطاء لفترة طويلة. في عندها قصة الانتخابات، في عندها قصة النقمة الداخلية، عندها المجالس المجموعات العربية الإسلامية ببعض الولايات الحاسمة اللي كان لهم دور كبير بإنجاح بايدن بالفترة السابقة، وهودي بلشوا يأسروا مع تراجع نسبي لنفوذ الأيباك. يعني نفوذ الأيباك هلأ مش مثل ما كان بالتسعينات أو بالثمانينات أو بالسبعينات. أيباك عم نحكي عن اللوبي الإسرائيلي. كل هذا مع ضرب المحافظين الجدد بأمريكا، يعني قبل الهوى كنت عم بتقلي انه اخر رجالاتهم هو بنيامين نتنياهو، العالم ما كتير بيعرفوا هاي التفاصيل. خلينا نأجل شوي قصة المحافظين جدد، لأن إلى بالفعل مسار تاني مع الملف الأمريكاني، ولكن خلينا نضل شوي بغزة. لما نحكي أنه الشمال هو منه نقطة تركيز المقاومة وحركة حماس، وبالتالي الجنوب هو التقل بوقت إسرائيل. أوكي لم تنجح بالشمال، ولكن بالأيام الماضية بلشنا نحكي أو نسمع عن مخطط لإنشاء منطقة عازلة. شو يعني منطقة عازلة؟ وين هذه المنطقة العازلة؟ حدودها؟ وشو بتهدف منها إسرائيل؟
هلا اكيد خطاب التمنيات، هني عندهم مخطط حتى كان بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة باتجاه سيناء وإقامة وطن بديل وما هناك. انتهى بعد المخطط. إيه بس كمان معلش خلينا نقيس على اللي صار بال2006. بال2006 كمان كان في مشاريع إنه منهجر، أو عفوا هن بيهجروا أهل الجنوب للعراق، وإنه ما بيكون في تواجد لحزب الله بجنوب منطقة الليطاني، وهيدا سر استهداف الجسور بوقتها، وحتى استهداف فوج الأشغال بالجيش اللبناني بالجمهور بهذا الإطار. هاي الناس نسيوها بوقتها. إيه بس بوقتها إنه كمان كان في مشروع للتهجير، مشروع للتقسيم بلبنان، مشروع إقامة كونتون مسيحي وبالجنوب كونتون درزي يمتد من لبنان إلى البقاع الغرب، من الشوف للبقاع الغربي لجنوب سوريا. يعني هيدي كلها مخططات جنوب بينحك. سوريا عم نحكي السويداء اللي من زمان، مش من كتير زمان كمان، كانت بالضبط الأجواء فيها. بالضبط، بس هذا كلياته مشاريع يعني تطرح من قبل الأمريكان ومن قبل الإسرائيليين، مع أن الفريق الآخر اللي عم بيواجه ولحد الآن لم يكسر. يعني بال2006 لم تكسر المقاومة في لبنان، والآن لم تكسر المقاومة في غزة، هي عم بتقاتل يعني، وبعدها صامدة بالميدان. مش انه يعني بعد ما شفنا انجاز عسكري اسرائيلي الا الهجمة على المستشفيات، اذا بيعتبروه انجاز إنجاز عسكري. بس وأنفاق بانينا، هن أنفاق طلعوا هن بانينا باعتراف إيهودا باراك، يعني مش نحن اللي عم نقول. هلا هن بانيين، هلا ما يربحون جميلي للشركة لا، إنه انه الفكرة كمان هيدي عاملين هني إنه الفكرة مش حماس يلي عاملة هيدي الفكرة. المنظومة. يعني عفوا هيدي فكرة الأنفاق بترجع إلى حرب فيتنام، يعني تاريخيا تأثروا فيها اليسار بوقتها، ورجع الإسلام السياسي فلنقل أو الحركات الإسلامية المقاومة ما أخذت عنهم. يعني بعض الشباب اللي كانوا باليسار صاروا بالميل الثاني، هي نفس الميل بدهم يقوصوا الجماعة، لقيوا وين هذيك يوقفوا قوص إنه راح منقوص على الميل معها. اللي بتقوص. بالضبط هذه هي. طيب فبالتالي هذه التجربة معروفة، يعني قصة الأنفاق منا جديدة. الأنفاق بجنوب لبنان، ما هني كمان في تنسيق بين المقاومة بلبنان والمقاومة بغزة. يعني حتى قصة هاي الموتوسيكلات، انه اثنين واحد عم بيسوق الموتوسيكل والتاني عم يرمي، ما شفناها بمناورات جنوب لبنان بوقت اللي حزب الله عمل يعني المناورات. قبل كمان كم أسبوع من طوفان الأقصى، هو بالضبط بالتزامن الأحداث عم بالضبط. وشفنا نشوفها. اذا بدك، ما بعرف اذا انت كنت حاضرة بالجنوب، انا كنت حاضر لا، أنا شخصيا. ما كنت حاضرة شخصيا، ايه لا حضرتكم انا كنت تلفزيونيا. التلفزيون لا انا كنت حاضر شخصيا. هلا وقتها ساعة بتعرفي بيكونوا في بالدور، فساقب انه دوري الاخير اني اطلع بالبوسطه نطلع لفوق. هلا قاموا طلعوا الاول، مين طلعوا قعدوهم بالصفوف الخلفيه، انا طلع حظي اني قعدت قاعد بالصف بالصف الامامي، قدرت تشوفهم. لاني طلعت بالاخر. زعبر دايما تاخر. فشفنا انه هلا ماني خبير عسكري، بس شفت قصه الموتوسيكلات كيف عم بتصير، يعني انه اثنين على موتوسيكل، قصه عمليه اختطاف جنود، كمان اقتحام مستوطنات، القصف بالمسيرات. هيدا المقصود منا، بس تنعمل المقارنه بين التمارين وبين ما حصل بعمليه بالضبط. يعني طوفان انا وقت الاقصى اللي ب 7 شفنا تشرين الاول، اللي صار ب 7 تشرين، انه الشباب كانوا عم بيطبقوا الاكزامال اللي درسوه، عرفتي كنت كيف؟ حاضره هذا كنت المشهد. حاضر قالوا وين المشهد. ايه شايفه؟ فانه لا، في تنسيق وفي تدريبات مشتركه وفي نقل خبرات والى اخره. ما هيدي ما سر، يعني وقت اللي بينحكى بوحده الساحات وبمحور المقاومه والى اخره، هيدي معروفه يعني. عظيم. ف بستبعد انه يحققوا انجاز عسكري الاسرائيليين، يعني مثل ما كان في حتى حديث. المنطقة العازلة ما بيقدروا يشكلوها، يعني بالنهاية هيدي بيحددها الميدان، انه اذا ما نجحوا بتحقيق انجاز عسكري كيف بدهم يفرضوا شروط معينة من ضمنها هيدي المنطقة العازلة. يعني بنذكر بالحرب ال 33 يوم على جنوب لبنان، انه اخر شيء فاتوا وكان في تهويل انه قصف بالجو وبالبحر، بعدين قرروا يفوتوا. وقت اللي فاتوا يعني نحن، انا معود هيك انا صغير انه ب 82 مثلا انه يبلشوا يفوتوا، بيومين بصيروا ببيروت.
تفاجأنا أنه مش عم بيقدروا يقدموا متر. منظر الدبابات الإسرائيلية الميركافا، مجزرة المركافة الميركافا بسهل الخيام وبوادي الحجاير الحجير. بمارون الراس بنت جبيل، يعني نفس المشهد شفناه عم بيصير. يعني وقت الواحد بيروح، يعني بطلوا عم يرموا من بعيد الشباب، انه بيروح لا بيقدم له اياها دليفري كادو، بيدق له على الباب تفضل وبتفقع فيه. منظر الجنود هذا يعني عم يتجرجروا، الجنود الاسرائيليه، هذا منظر لم نعهده من قبل. فبالتالي اكيد الاسرائيليه عندهم تمنيات كثيره، بس هل بيطبق بالميدان مثل ما صار بال 33 يوم وقت اللي فاتوا وانكسرت شوكتهم بلبنان؟ بتقديري بدهم يوصلوا لمحل تنكسر شوكتهم ويضطروا انه يرجعوا الى يعني هون بينسحبوا من غزه بشكل كامل، لانه الحديث الاسرائيلي نتنياهو لحد امبارح كان بعده عم بيقول انه لن يكون هناك وجود فلسطيني بغزه، لا للسلطه لا لحماس. يعني معتبر انه الاسرائيليين دخلوا، نعتبر انه دخلوا ولن يخرجوا. هيدا عم نحكي بنيامين نتنياهو. هلا هن يمكن ما يخرجوا، بس باي شكل يمكن يعني يكونوا محملين الشبيبه، فبدو يهدي البال. يعني في قصه المراجل بالحنك سهله، بس بالميدان بدك تشوفي انه شو عم بيصير. ما بعدنا لهلا كل يوم عم يسقط عشرات القتلى الاسرائيليين وتدمير دبابات والى اخره. وبالعكس يعني الالتحام المباشر هو مناسب اكثر للمقاومه من القصف عن بعد، لانه بالقصف عن بعد في تفوق جوي وتفوق بحري وتفوق صاروخي اسرائيلي، بينما وقت اللي بيصير في التحام من مسافه صفر ساعتها ما انه قادر الاسرائيلي يقصف عن بعيد ولا يقصف بالجو، بده يواجه، بده يواجه. وبالمواجهه شفنا شو عم بيصير، يعني عم يبعثوا لنا فيديوهات الشباب انه بس شو يلي بيمنع دكتور وكيم انه الاسرائيلي يقصف يرجع يعتمد سياسة القصف حتى لو بده يضر بتجمعات جنوده؟ لأنه خصوص التحقيقات ب 27 بينت بمحلات بعيدة تحقيقات إسرائيلية، ما عم نحكي عن تحقيقات غير دول، أنه على ما يبدو الجيش الإسرائيلي هو يلي قصف المستوطنات يلي دخلت إليها حركة حماس. يعني حركة حماس أخذت الأسرى، أما عملية القصف والقتل فتوليها الجيش الإسرائيلي بحد ذاته. ولكنه تم التعمية عليها أيمتى؟ انكشفت هذه بعد 40-50 يوم. هل بيقدر يلجأ مرة أخرى لنفس الأسلوب وساعتها يواجه غضب الجمهور الإسرائيلي، علما أنه بداخل الكيان الصهيوني في عنا حركة احتجاج واسعة؟ هلأ الانقسام صار واضح، وحالة الوحدة الوطنية هذه الإسرائيلية بطلت قائمة، وفي دعوات لاستقالة نتنياهو، علما أنه في لوم كبير له يوجه أنه أنت المسؤول عما آلت إليه الأمور على مدى 5 سنين. أدخلت الكيان الصهيوني بنوع من انقسام حاد، لأنه بدك تهرب من تهم فساد، شب عدا من حكامنا العرب. يمكن هن اصلا بعتقد اساس الفساد هن نشروه. اكيد ما هن صار هلا عم بتصير هجه معاكسه عليهم. ايوه يعني هذه بضاعتهم ردت اليهم. ف عنده مشكله، وهون هو بيواجه نهايه حياته السياسيه، لانه بس يطلع غير انه مسؤول عن تهم فساد، هو مسؤول عما جرى في 7 من تشرين اللي بيعتبروها أكبر كارثة بتاريخ الكيان الصهيوني. فينا نعتبرها النكبة، ولكن النكبة المعكوسة على إسرائيل. هني كانوا عم بيخططوا، على فكرة هني كانوا عم بيخططوا لهذا المخطط، إنه توجيه ضربة للمقاومة قصف وتهجير قبل طوفان الأقصى. قبل طوفان الأقصى بمعزل. لا، لأنه المخطط كان إنه إسرائيل بدها تكون قاعدة. يعني شو هي صفقة القرن؟ وقت اللي بيقولوا انه الشعب الفلسطيني ما له شيء، لا له دولة ولا له حقوق ولا له اي شيء، طب شو بتعملوا فيهم؟ يعني تهجير. الجواب الضمني انه التهجير ترانسفير. ليه؟ لانه تتكون اسرائيل قاعدة صلبة لنظام اقليمي تابع للولايات المتحدة، تتكون فعلا تقدر تلعب دور الوكيل الحصري بالمنطقة، لازم تكون قاعدة صلبة. تتكون قاعدة صلبة، لا يجب أن تكون إسرائيل بين مزدوجين مقسمة جغرافيا، فبالتالي على إسرائيل أن تسيطر على كامل تراب
فلسطين التاريخية. طب شو بتعملي ب 8 مليون فلسطيني بين غزة والضفة والداخل داخل. يعني منطقة 48؟ هذا الجواب هو التهجير. يعني القصة مش بس كانت توطين الفلسطينيين في البلدان التي لجأوا إليها، ولكن تهجير فلسطينيين من أراضي من فلسطين التاريخية باتجاه الدول المجاورة، أكان ذلك في سيناء وهذا اللي تجلى، أو الضفة أو الأردن. أو وطبعا إحداث تغيير بالخريطة الجيوسياسية لما يسمى بالهلال الخصيب، يعني لبنان سوريا العراق، اللي هو مطروح قصة التقسيم، بيجي بشكل فدرالي، بيجي بشكل تعددية، بيجي بشكل يعني هذا بيعطي أحقية وجود لدولة يهودية بالضبط، لأنه ساعتها بتبطل إسرائيل مجموعة أقلية يهودية بمحيط عربي إسلامي بالغالب، فيه بتصير إسرائيل هي أكبر أقلية بموزايك من الأقليات، منصير نحن بدل ما نكون مثلا لبنانيين ثقافتنا عربي وإلى آخره، منصير موارني وروم وكاثوليك وسريان هلا هو نحن هيك عم نشتغل لنصير لبنانيين بس هي لكن نحن تم تطييفنا أكثر وأكثر بالحرب الأهلية. صحيح. العراق تم تطييفه بعد الغزو الأمريكي، بعد وقف صدام حسين، بعد بالضبط اللي وقف صخرة صلبة في مواجهة هذه المحاولات هو سوريا، ويجب أن نعترف لسوريا بأنه أنقذتنا، يعني إذا في فضل لبقاء هلأ بالعشرين سنة الماضي لكيان اسمه لبنان هو صمود سوريا، لكيان اسمه العراق هو صمود سوريا، وطالما أن سوريا صامدة، وهذا كمان لأنه هي جزء من ما يسمى بمحور المقاومة، يعني عم نحكي عن عدم سقوط نظام بشار الأسد، هون الهدف حمر. ما كان ما انتبه مش النظام بحد ذاته، مش بالنظام بحد ذاته كان الهدف هو سقوط الدولة السورية، بس الدولة المركزية يعني. فهون الإسرائيليين كانوا عم بيخططوا لهيدا الموضوع، كيف توجيه ضربة لغزة بيقضوا فيها على المقاومة، بيعملوا ترانسفير للفلسطينيين بغزة، هون بيرجعوا بيستفردوا بالضفة الغربية، تهجير إلى الأردن، ساعتها بيصير تحصيل حاصل أنه يخلصوا من المليونين فلسطيني اللي عايشين بعدهم داخل الخط 48. شو اللي منع الموضوع؟ هلأ هون الظاهر في جزئية وصلت إلى المقاومة، طبعا حماس وفصائل والجهاد والجبهة الشعبية وهالفصائل عم بتجهز حالها، فهون وصلت معلومة لحماس أنه الإسرائيليين بدهم يبلشوا عملية واسعة، يمكن ما عندهم حيثيات الكاملة، بدهم يبلشوا عملية واسعة بعد يوم الغفران، فهني تغدوهن قبل ما الإسرائيليين يتعشون وبدأوا بمعركة طوفان الأقصى، بمعزل عن كل الخسائر والتضحيات يعني التضحيات الجسام اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني، ولكن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الآن هو أقل بكثير من الخسائر التي كان سيتعرض لها لو لم تبادر حماس إلى طوفان الأقصى. و هلأ اللي عم بيتعرض له الشعب الفلسطيني هو عم بيرد عنا كلنا حمام دم، يعني نحن كلبنانيين كسوريين كعراقيين كأردنيين كمصريين حتى بدمه عم يرد عنا كل حمام الدم اللي كان معد لنا من قبل إسرائيل ومن قبل أمريكا. خلينا رح نتابع من هيدي النقطة، ولكن بعد هذا الفاصل السريع، فاصل ومنرجع لنتابع حلقة حوار اليوم. رجعنا لنتابع حلقة حوار اليوم مع الأستاذ الجامعي دكتور جمال وكيم. دكتور وكيم، قبل الفاصل كنت عم تقول أنه الفلسطينيين حميوا المنطقة من حمام الدم يلي كانت إسرائيل عم بتحضروا لألون، لألهم خلص وقعوا بحمام الدم الجماعة. عمليا اليوم اللي عم نشوفه بجنوب لبنان، كمان الطروحات المقابلة يلي حملها جان إيف لودريان، قبله أمس هوكسين بطريقة أزكى، هلأ بنحكي عنها شوي، وما يحكى عن إقامة منطقة عازلة. اليوم لما بدو يسمعك بعض أطراف ما يعرف بقوة 14 أدار السابقين بدو يقولوا ليك شو عم يحكي، أنه بوقت هني خطاب يقول حزب الله يورط لبنان في حرب ونحن نرفض الحرب ولا نريد أن ننجر إلى حرب، أنت عم تقول الشيء المعاكس، وكأنه الحرب أصلا كانت واصلة على لبنان، وما تقوم به المقاومة هو رد هذه الحرب عن لبنان. صحيح، لأنه
يعني المخطط لشطب لبنان عن الخريطة ليس مخطط جديد. من يومين ثلاثة توفى كيسنجر والكل بيعرفوا بيحكوا لي بمخطط كيسنجر، أنا اللي بحكي فيه أما هني لبنان الخطأ التاريخي، هذا القول الشهير بالضبط. معروف. طيب فبالتالي لا، بالأساس ليش لبنان مش لازم يكون موجود؟ لأنه على شرق المتوسط لازم يكون في مركز مالي واحد ومرفأ واحد اللي هو حيفا مش بيروت. نرجع لقصة علامات الاستفهام حول قصف أو تفجير مرفأ بيروت، بدناش نفوت كتير بالقصة. نرجع للجنوب، هون المقاومة أكانت هلأ المقاومة ولا بالسبعينات ولا بالستينات، كانت دايما عم توقف ضد مشروع إسرائيلي أمريكي بالمنطقة. طيب شو هو المشروع؟ المشروع هو تقسيم منطقة الهلال الخصيب اللي بدها تكون هي مجال حيوي، أو بالإنجليزي بيسموها سفير أوف إنفلونس، مجال تأثير بالنسبة لإسرائيل. يعني ما نكون كيانات وطنية، لا نكون طوائف، كيانات طائفية، بدل ما نكون لبنانيين وسوريين وعراقيين منصير حسب طوائفنا، حسب طوائفنا. طيب هيدي الكيانات كيف بدها تعيش اقتصاديا؟ يعني الله يرحمه البطرك لحويك وقت اللي فكر بتوسيع لبنان وطالب بلبنان الكبير، ليش طالب فيه؟ مش بسبب مجاعة لبنان الصغير بالحرب العالمية الأولى، أنه يعني هاي من 100 سنة، يعني إذا البطرك مش أنا يعني البطرك والماروني كمان، والماروني كمان شوفي لحد وين مش الروم هو اللي فكر بهذا الموضوع. أوكي طيب بيجوا هلأ بيرجعوا للبنان الصغير، يعني إذا أنت مبسوط يا شيخ فلان شيخ عند المسيحي يعني ببيتك وبالحديقة تبعيته، هذا ما بيعمل بلد. البلد هو يكون عنده مقومات اقتصادية. ما هي المقومات الاقتصادية؟ بعدين مش بدك بلد تقدر تروجي فيه سيارتك، يعني مزبوط أم لا؟ ما بيحرز ما بد... إنه كل واحد إذا بكونتون يعني بدنا نرجع على البسكليتات. ف اقتصاديا لا يعيش لبنان الصغير. اوكي بعدين ما نحن مصارعيننا بانه نحن الشرق والغرب، ملتقى الشرق والغرب، وانه نحن الترانزيت هذا. طب هذا الترانزيت وين بيروح؟ بيروح على بكفيه ولا بيروح على الشام؟ مزبوط اما لا؟ بديش احكي عن اصول كل واحد من وين اجا، يعني هلا خلينا خلي الطالب مثل. شو بدك تردن على طهران يعني؟ لا هن من لا بدي ردهم على القريتين بريف دمشق كمان. طيب فبالتالي بدنا نفكر شوي منطقي. المشروع للمنطقة بعدين نحن عم نحكي بده يرجع كل واحد على ضيعته على الزموقة تبعيته. بديش احكي عن المذابح بالضيعة اللي بتصير بانتخابات البلدية، والعالم عم نحكي بعولمة، عم نحكي بتكتلات كبرى، عم نحكي باقتصادات كبرى، وعم نحكي بمبادرات شي حزام وطريق شي ممر هندي أوروبي. بيجينا ناس بدهم يفتحوا دكانة يبيعوا فيها تشيكلز يهدوا البيع. طيب ففي مخطط، المقاومة هون عم توقف ضد هذا المخطط. يمكن بكتير من المسائل أنا لا أتوافق أو قد لا يتوافق أي شخص مع طروحات معينة، بس نحكي بالأساس. الأساس مش أنه أنت مع المقاومة ولا ضد المقاومة، أنت مع التقسيم ولا ضد التقسيم، أنت مع حمام الدم ولا ضد حمام الدم. من هون بتنطرح الأمور. مش بيجي واحد بيقول لي أنه والله ما بيشربوا كاس. طيب وقت اللي بدي أشرب كاس مش رح أشربها مع الشباب، مثل ما انه مش راح اجي اقاوم مع فارس سعيد مثلا نشرب كاس مع فارس سعيد وما نقاوم مع الشباب، مش هيك؟ مش هيدي التعدديه بلبنان؟ فننتبه من الطروحات. هلا كمان اللي اجى عاموس هوكشتاين يطرحه والفرنساوي اللي بلشوا يتعلموا انجليزي وانتزعوا من وقت ما بلشوا يحكوا انجليزي انه يطرحوا. طيب اللي ما اخذتوه يا اسرائيليين ويا امريكان بال 2006 ليش بدكم تاخدوه هلا؟ هيدي علامات استفهام. هون تنطرح مسألة التهديدات بتوسيع المعركة، تتوسع المعركة. هل بيحملوا هن توسيع المعركة؟ بتوسيع المعركة هون يعني بضرب لبنان
هل بيحملوا المقصود فيها فقط ضرب لبنان توسيع المعركة؟ ما هون هل لأنه بيحملوا عم نحكي عن أكثر من جبهة، صار واضح أنه مترابطين اليمن والتهديدات اليمن البحر الأحمر، والعراق العراق، سوريا حتى هل بالأيام الماضية. بيحملوا حرب إقليمية؟ حتى لو كان هلا طبعا طموح نتنياهو اللي هو يعني معتبر انه نهايته السياسيه الان، هو يائس، مستعد يعمل اي شيء، مستعد يستعمل نووي اذا بيصر له، وعم بيسعى ليجر الامريكيين، لانه البعض بيقول انه الامريكيين هو ما بده يحكي، هو بيعتبر انه حرب اقليميه تؤدي بتدخل ايران وبتؤدي الى انه الامريكان بيوجهوا ضربه لايران. اول شيء، هل الضربه العسكريه الامريكيه لايران محسومه النتائج؟ هل بتحمل امريكا وبيحمل العالم الاقتصاد العالمي انه يتضاعف سعر برميل النفط 3 اضعاف، يعني بدل ما يكون صوب 80 دولار يصير بين ال 300 ال 240 و 300 دولار؟ بيحملها الاقتصاد العالمي مع ازمه روسيه والغاز والنفط. هل هون عم نحكي عن عمليه تحول؟ يعني الشيء اللي عم نشهده من تحول النظام الدولي من نظام احادي القطبيه يسيطر عليه الغرب بقيادة الولايات المتحدة إلى نظام متعدد الأقطاب، تتسرع العملية، لأنه في مسعى لجماعة البريكس يتكاملوا اقتصاديا ويستغنوا عن الدولار. الذهب هلأ اليوم في تصريح لأحد القادة الروس عن أنه ارتفاع سعر الذهب هو مؤشر سيء للدولار. صحيح، لانه ليش انت عم تحسبي انه نحن عدم ثقه بالدولار عمليا؟ يعني ما فينا نيجي نشوف انه والله مبسوطين نحن بلبنان، ثابته هلا الليره مقابل الدولار على 90,000 تقريبا تخيلوا ينهار الدولار. ايه، فانه ما نحن عملتنا تنخفض بانخفاض الدولار ولا ترتفع بارتفاعه. صحيح. ايه، بس ما فينا نحسب انه الليره اللبنانيه انه والله الدولار ثابت على الليره، لا، بدك تحسبيه على قيمه فعلية أو ملموسة اللي هي الذهب. وقت اللي بتصير أونصة الذهب ب 2070 دولار، ترتفع من 1700 من تقريبا شهر ونص ل 2070، هون بتطرحي علامات استفهام. لا، لأنه هيدي ارتفاع سعر الذهب هو بالمقابل انخفاض سعر صرف الدولار. عندك انت كمان هيدا العالم اللي كان لحد وقت قصير الغرب ينتج كل ما فيه والشرق يستهلك. يعني بقى هلا يعني كان في مفارقه انه وقت اللي بيجي دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق، ان شاء الله يرجع. هيدي كتير قويه. شو ان شاء الله يرجع؟ يعني بنضحك شوي، بنضحك شوي. لا، في اكثر من ضحك بقصه دونالد ترامب اللي بنحكي فيها. دونالد ترامب وقت اللي بيجي بيفرض عقوبات على الصين وبيصير في حرب تجاريه، بعدين بيصير في تسويه، انه استوردوا منا شو؟ صويا. طيب هيدي امريكا اللي كانت تصدر كمبيوترات وسيارات وغسالات وبرادات والى اخره، شو صارت تصدر؟ صويا. اليوم في خبر انه هلا أصبحت أمريكا تعتمد بالدرجة الأولى على صادرات النفط، يعني عم تصدر مواد أولية وبتستورد مواد مصنعة. هذا يستتبع خسران الشيء اللي بنسميه التفوق التكنولوجي والتفوق الصناعي يلي صار بالشرق الأقصى، اللي صار مع الصين بالدرجة الأولى، الهند هوني وقصة التكنولوجيا. يعني أنا أيام ما كنت بدبي من 20 سنة، كنا إذا بدنا نظبط الكمبيوتر ناخده عند واحد هندي. صحيح. هلا طبعا نحن بعض الشباب بعنصريتهم هون بلبنان، يعني خلينا نوصل للتفوق التكنولوجي الهندي بعدين نبقى. يعني هلا اذا مثلا كل الاي تي سبورت مثلا للشركات والى اخره، وخصوصا بقصه العولمه، بتكوني عم تشتغلي بالاوفيس ببيروت، بيصير عندك مشكله بيحيلوكي لمكتب الاي تي سبورت بنيو دلهي، لان هن المكتب الرئيسي او اذا بدك المكتب الاداري بنيويورك، انه احكي مع مهاتما بنيو دلهي، بتعملي اجتماع معه بيزبط لك كل القصص. في عندك انت صعود للبرازيل كقاعده اقتصاديه، في عندك انت كذلك الامر جنوب أفريقيا، رغم أنه وضعه ولكن هي اقتصاد واعد جدا، وهي منطلق لنفوذ بمنطقة جنوب أفريقيا، يعني أفريقيا جنوب خط الاستواء.
فبالتالي في وهودي ركيزتين من ركائز البريكس الى جانب الصين بالضبط روسيا بالضبط، عدا وإيران. عن توسيع منظومه بريكس اللي هي بدها تصير منظومه علاقات دوليه بديله عن المنظومه الغربيه اللي هي اقرت اذا بدك ببريتون وودز، يعني وقت اللي بنحكي عن الامم المتحده، الامم المتحده سبقتها بريتون وودز اللي هي علاقات اقتصاديه، فاجت تتويج سياسي. يعني العالم يتغير، هل هن الأمريكان مستعدين يسرعوا هذا البروسس بحرب إقليمية كبرى تؤثر على أسعار النفط، تؤثر على قواعدهم اللي هي نشروها بمختلف مناطق الشرق الأوسط، ويمكن يعني تؤثر على وقعهم السياسي لأنه أي اهتزاز ما رح يستثني بطبيعة الحال، الوقع السياسي لأنه الأمريكي كمان في عمليا. شغلة أساسية هون بنرجع لمفكر بريطاني بيفهم الله يرحمه، لأنه في عندك مفكرين مثل برنارد لويس كمان الله لا يرحمه، هداك شيء تعتير، بس مثلا أريك هوبسبون شو بيقول؟ إنه أزمة أمريكا بالمقارنة بين أمريكا وبريطانيا، بيقول إنه بريطانيا انطلقت من مشروع دولة أمي لتصير إمبراطورية، فعندما أصبحت الإمبراطورية مكلفة انكفأت بريطانيا إلى الدولة الأمي وحافظت على علاقات اقتصادية. المشكلة بأمريكا أنه لم تنطلق من مشروع دولة أمي، ولكن منذ البداية كانت مشروع إمبراطوري، فعندما لا تستطيع أن تتوسع هذا بيطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرتها على الاستمرار. هوني طبعا هو ما قاله، ولكن ألمح إليها أنه أمريكا ممكن تتعرض لأزمة وجودية، في عندك انت حالة استقطاب كبيرة جدا بين المناطق الغنية بأمريكا اللي هي الشرق الضفة الشرقية الايست كوست والضفة الغربية الويست كوست، يعني وقت اللي بتطلع كاليفورنيا اللي هي لحالة خامس اقتصاد بالعالم كاليفورنيا، وبتقول ليش بدي عايش هودي النوار اللي هن بالميدويست اللي هن بيطلع منهم الكانتري ميوزيك والاخره اللي عايشين بعدهم شبه حياة ريفية، أو بتحكي عن ثقافة الكاوبوي مثلا، انه انا بنفصل وبعيش بطرف وبكون وهددوا فيها هددوا فيها يعني وهددوا فيها. وقت اللي بيكون في عندك حالة استقطاب بعدهم جماعة الجنوب مش ناسيين لونيها لجماعة الشمال بالحرب الأهلية، وقت اللي بيكون في عندك عملية تحول ديموغرافي كبيرة جدا بالولايات اللي هي الجنوبية الوسطى، يعني تكساس نيو مكسيكو نيفادا إلى آخره، يعني هودي الولايات اللي قسم منهم صوت، يعني مثل نيفادا ونيو مكسيكو كانت مفاجأة أنه لأول مرة يصوتوا ديمقراطيين ضد ترامب، هذا لأنه صار في تحول وقام ترامب سب اللاتينو كلياتهم. هي وقتها كمان ما بدنا ننسى الجدار اللي بده يعمل جدار ب2000 كيلو الأخ، يعني شو في قصة الحيطان، هيدا مركز التقل للمهاجرين اللاتين. ايه بالضبط بالضبط، ما هني هني بالاساس هيدي كانت ولايات للمكسيك للمكسيك، يعني صرت عم تحكيني تقريبا على الاقل 4 دول قد تنشا عن الولايات المتحده الامريكيه باذنه تعالى، ان شاء الله اكثر، يعني ان شاء الله يصير في يعني 50 دوله. انا مع حق تقرير المصير صرت لكل ولاية لكل ولاية حق أن تكون دولة. منا مزحة يعني اللي عم نشهده دكتور وكيم، بس السؤال حضرتك طرحته، ليش هلأ بدهم ياخدوا من لبنان ما فشلوا بأن يأخذوه بال2006؟ اليوم عم نسمع طروحات جان إيف لودريان بيجي بيقول يعني كمان مثل كأنه وكلاء لأمن إسرائيل صاروا بإقامة هذه المنطقة العازلة اللي أراد الإسرائيلي من قبل بموجب والتطبيق الحرفي لل 1701، عدم وجود فرقة الرضوان تحديدا وعدم وجود أي مسلح لحزب الله جنوب خط الليطاني، وبالتالي عن ماذا يبحث بوقت أموس هوكستين إجا طرح هذا الطرح بطريقة خلينا نقول شوي أزكى عندما تحدث بقصة أنه الإسرائيلية قد ينسحبون من كل نقاط المتحافظ عليها، قد ينسحبون من الأراضي اللي يحتلون بشمال الغجر ومزارع شبع وكفر شوبة. يعني الشبيبة الطيبة هيدي، أول شيء لاي أموس هوكشتين كان أزكى لأنه مش مضطر، بس هو مضطر أنه يقدم تقرير لبايدن لإدارته. الفرنساوي جون إيف لودريون بده يقدم تقرير لإدارته للأمريكان، فهو عم بيعلي صوت أنه شوفوني. المشكلة انه نحن بعدنا متصورين انه فرنسا هيدي امنا الحنون اللي لعبت دور
ننسى أنه فرنسا هي فرنسا الأطلسية، خصوصا بعد الانقلاب اللي صار ضد الجنرال دوغول بسنة 68، وهون دور آل روتشيلد، في دور بين مزدوجين يسار صهيوني يعني كوهن باندت وبرنار أونري ليفي، اللي بعده فيلسوف الثورات الملونة، بحب الألوان بحب الكولورياج، يعني جانا سمعنا اسمه بال 2019. وين في مؤامرة، وين في حمام دمنا من برنار أونري ليفي. هيدي يعني فرنسا عم تطرح حالها وكيل، خصوصا بعد ما راح جاك شيراك وقدم فعل الندامة لجورج بوش بال 2004 بالنورماندي، بالنورماندي قبة النورماندي. فهاي فرنسا هي الأطلسية، ما فينا نعول عليها. هلا أكيد بيجوا بيطرحوا طروحات، وبتعرفي إنه بيجوا بيتعاملوا معنا إنه هني البيض كتير ونحنا البلونسال مش كتير ملو مش كتير بيض. في عنصرية بالتعاطي، ما نفكر حالنا لبنانية، بالنسبة لإلنا بالنسبة لإلهم نحنا بعدنا يعني عرق أدنى، بيعتبرونا شو بيقولوا بعدهم من تدبيننا يعني. ايه الى حد ما، بس في لا في نفس عنصري، وبيجوا بتشاطر، بتعرفي هيدي الرجل الابيض يعني يا حبيبي المؤامرات او نفس المؤامرات طلع من عنا بالاساس، اذا شيء نحن علمناكم اياه. ماكيافيلي هني مبسوطين فيه، منهم عارفين من وين جاي بالفورمولات تبعيته. طيب فبالتالي يهدوا البال اللي ما اخذوا بال 2006 بالحرب، مش رح ياخدوه هلأ بالتحايل بالشطارة. أوكي؟ خصوصا انه في عندك هيدا المحور. هلأ الوضع مش مثل 2006. بال 2006 كنا عم نقاتل معنا يعني المقاومة، لبنان، سوريا، ايران. هلأ في عندك بتزيد عليهم بلوس روسيا اللي صارت جزء من المنطقة، حاضرة يحيي بحميميم. وشوف الخطاب الروسي، يعني وقت اللي بيجي أبو علي بوتين بيقول بيشبه حصار غزة لحصار لينينغراد بالحرب العالمية الثانية. هذا مش بس شبه إسرائيل لألمانيا النازية، مين كان محاصر بلينينغراد؟ أهله. فهو يشبه أهل غزة لأهله، وهذا سر الخطاب الروسي اللي متميز جدا عن كل ما سبقه أو كل ما اعتدنا عليه من السبعينات إلى اليوم، من دون أن يكون هناك موقف دعم مباشر لحركة حماس. يعني على طول الحكي الروسي عن الشعب الفلسطيني، عن الشعب الفلسطيني، عن ما يتعرض له. وقت اللي بيطلع سيرجي لافروف وزير الخارجية وبينبه إسرائيل أنه انتبه في محاكمات للجرائم، وبعد محاكمات الجرائم ضد الحرب أو محكمة الجرائم ضد الحرب قائمة، هيدا إنذار. وقت اللي هلأ الرفيق بوتين جاي بجولة على المنطقة، إمارات والسعودية تحديدا، تحديدا اللي هن مقررين بالموضوع تيشدلون ركابون أنه بهذا الموضوع ما فيش مزح. وقت اللي بيجي بيقول أنه حل الدولتين يعني كسر إسرائيل كقاعدة للنفوذ الأمريكي، نرجع لقصة وحدة السيطرة الكاملة على الإقليم ويهودية الدولة. وقت اللي بتقولي بحل الدولتين يعني كسرتي هذا الموضوع، حل الدولتين حدود 67، القدس الشرقية العاصمة، نعم نعم، وغزة، وغزة عدا عن حقوق الشعب الفلسطيني داخل ال 48، خط 48. وقت اللي بيجي بيقول بوتين انه انا معني بمصير يهود بإسرائيل هم مواطنون روس. شو يعني؟ انه مش بس إسرائيل لإلي كأمريكا، في إلي حصة فيها. عال منيح، خليها تتحول إسرائيل لشركة مساهمة محدودة المسؤولية. عرفتي كيف؟ هوني شرزمتيها الصمتيها ضمنا، وأفقدتيها دورة كقاعدة متقدمة لأمريكا بالمنطقة، مش بس ضدنا، ضد روسيا وضد الصين. فهذا اللي عم يطرحوا هون الجولة. عدا عن هلأ بنقرأ خبر مفاجئ قبل ما نفوت على الحلقة، أنه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي متوجه إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
قبل جولة بوتين على المنطقة، على الإمارات والسعودية، على الإمارات والسعودية. شو يعني عم بيحملوا، أو فلنقول عم بيوصل له موقف إيراني تيكون بجعبة الرئيس الروسي وقت اللي بيطرح احتمال تفاهمات. عدا عن هيك ما ننتبه كمان، خلينا نروح إلى بريك سريع منرجع منتابع، لأنه الحديث كتير مهم. بريك سريع ومنرجع منتابع حلقة حوار اليوم. رجعنا لمتابعة القسم الأخير من حوار اليوم. قبل الفاصل دكتور وكيم، حضرتك كنت عم تتحدث عن الدور الروسي يلي يبدو كبير جدا. طب نحن عطول بدنا نصغر البيكار، لأنه الاهتمام اللبناني سيطغى بشكل مباشر بالمرحلة الجاية، أنه إيه شو ناطر لبنان اليوم هناك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عاملة أكبر سفارة لها بالشرق الأوسط بلبنان. كيف بدنا خلينا نقول نتخيل أن هناك بلبنان سيكون هناك دور أكبر من دور الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا إذا عم نحكي عن روسيا يلي موجودة بسوريا، كمان عندها شو بيقولوا سفنها الموجودة بالمتوسط. ما هو المشكلة الأساس مش بالقاعدة، هذه قاعدة يعني الأمريكية بعوكر. المشكلة الأساس بطبقة اقتصادية اجتماعية اللي هي رأسمالية مالية مرتبطة تاريخيا وتعزز دورة لبنانية يعني بالارتباط بالرأسمال الفرنسي بالدرجة الأولى، وتم تجير هذا الرأسمال بالستينات من القرن الماضي للأمريكان، وهذا بيستتبع تبعية سياسية. هلأ إذا بدك، قبل الثورة الإسلامية بإيران أكبر قاعدة أمريكية بالعالم كانت بطهران، لا أطاحوا فيها الإيرانيين لأنه صار في إرادة وطنية إيرانية بالإزاحة. شو كان عنوانها؟ إسلامي بودي هندوسي. هيدا عم نحكي عن الثورة الإسلامية الإيرانية اللي أطاح بالشاه. هون نحن مشكلتنا إنه ناس معودين مثل فتحوا دكانة ومعودين على يستوردوا بضاعة من الغرب وتسويقها بالشرق، مش عم بيقدروا يغيروا نمط هيدا السلوك، لأنه كمان إعادة هيكلة الدور فيها كلفة وفيها مخاطرة بالنسبة، يعني عم حاول برر لهم لا يبعدهم تابعين. هون يعني تحديدا بالدور المالي، يعني على أساس بتعرفي نحن مبسوطين بلبنان إنه القطاع المالي والمصرف، بنك المصرف الشرق وسويسرا الشرق. هلا مسابي ما بنعمل ساعات، نعمل ساعات تخلي عند البعض. بس هيدا الدور، يعني هيدا هو القطاع المقرر. من هون وقت اللي أعيد ترميم هيدا القطاع الرأسمالية المالية ودورة مع رفيق الحريري بسنة 92، أفلست كل المصانع والصغيرة واللي كانت وضعها ماشي حاله، والقطاع الزراعي ضرب بشكل كبير، وعلما أنه قبل ذلك كنا بنكفي حاجاتنا بنسبة 70%، ولكن انه لشو ننتج من هون؟ حط مصرياتك بالبنك خد عليهم 60%، نوصل بعدين وين مصرياته؟ طاروا مصرياته، طارين مع 60% مع بس. هلا هيدي مع البنك، هاي الرأسمالية المالية معودة على نمط علاقة مع الأمريكان، مش بالسهل عليها ان تغير نمط العلاقة وتصير وكيلة حصرية لرأسمال مالي، او فلنقل تصير هي الأوتلت ل الروسي والصيني، علما انه الامريكان اللي هن فتحوا هالدكانه او اللي هن وكلاء هالدكانه، يعني نحن جماعتنا هون وكلاء حصريين لهم، قرروا يسكروا الدكانه. فشو بيجوا بيقولوا لاصحاب المصارف؟ هون بيقولوا لي انه المصارف خسرت. المصارف خسرت، ولكن اصحاب المصارف هربوا اموالهم لوين؟ على دبي، على دبي سوري بتعرفي بنقولها مثل الانجليز، على دبي، لأنه كان في وهيدي المؤشرات كانت بلشت من 2003-2004. أف يعني من قبل. لكن مع العلم دكتور وكيمة، بس هون لنقول هيدا النظام المصرفي آخر شيء مضطرين، مش بس مضطرين، هناك حاجة لأن يكون هناك نظام مصرفي قائم قادر يلبي بعدين، مش بلبنان يعني هون هو المصرفيين. يعني شو وقت اللي بيجي أنا الرأسمالي وتحديدا الرأسمال المالي وطنه مصرياته وين بيكونوا؟ فهودي وقت اللي نقلوا مصرياتهم صار وطنهم يا كايمن ايلاندز يا دبي، هربوا المصريات، فلسوا البنوكة
فبتجي بتروح انت على البنك ماكو فلوس، بيجي كم واحد من المواطنين بفشوا خلقهم بالموظفين، ما الموظفين مواطنين يعني. المهم فالقصة بأصحاب المصارف، يعني منسمي بلا ما نسمي. لا أكيد من طيب، فهودي العبائرة، عبائرة المال، واللي هني عاملين مجد لبنان الحمد لله. فاجوا الامريكان وقالوا سكرنا الدكان، ما بدنا نحملهم لقلهم كل المسؤولين. لا هن كل المسؤولين، ما هن وقت اللي عم نحكي عن راس ماليه مالي، تعي شوفي مين اللي مساهمين بالمصارف؟ الطبقه السياسيه، هيدا اللي مقصود. يعني هن نفسهم، يعني هن، ما هي لا فاصل وفقا للرفيق ماركس، لا فاصل بين السياسي والاقتصاد. عم تحكي لي كثير يسار اليوم. يسار، مش اليسار اللي عندنا هذا المبهدل، عندنا اليسار بيعطيك اشاره شمال وبيروح يمين، بيروح لك الواجهه يعني. لا، ما فيك تفصلي بين السياسي والاقتصاد. وقت اللي بنقول طبقه سياسيه هي لتغييب دور الطبقه الاقتصاديه الاجتماعيه، لا هن نفسهم هودي. طيب بيجي حدا مثل تنقول حسن مقلد او ابو زيد، امل ابو زيد، بيجوا بيحاولوا. انا ضد المال، يعني ضد كل قطاع المال ومع تأميمه كلياته. لا وما يضل قرش بجيبه حدا، بتريح العالم. بس ما كمان هيدي بيجوا هودي بيحاولوا يعملوا اختراع، تحديدا حسن مقلد، انه طيب يا خيي اذا الامريكاني بده يسكر لنا الدكانه، هات نفتح على الروسي وعلى الصيني، وهن الروسي والصيني بهمهم يكون عندهم اطلاق مركز مالي بشرق المتوسط. ساعتها نحن بنضمن انه اذا الامريكاني بده يعتمد حصرا مرفأ حيفا وتل ابيب، ساعتها بيروت بتكون هي المركز المنافس. بيجي الامريكاني وبيشطبنا عن الخريطه، وهون بنطرح علامات استفهام عن قصه تفجير المرفأ. هلا الملك يو ادلي، طيب الملك يو ادلي اكيد ما رح تلاقي ادلي، لانه اول من طب لعنا هن فريق الاف بي اي. شو لعبجوا بالبور قبل ما يفوتوا المحققين اللبنانيين؟ هون علامه الاستفهام تطلع بظهر بدري ظاهر مثلا، مش هيك؟ او كم واحد من هودي الموظفين، وما بيجيبوا رؤساء الحكومات، ما بيجيبوا وزراء الداخليه السابقين، نبلش نعدد من لازم يجيبوا كل جماعه 14 ادار، ما بيجيبوا القضاة اللي امروا انه معلى تخيل انه عبوي صغير يتركها بالبور، شوفي ما بيجيبون هودي، وشوي بيصير الانفجار. والساتليت الفرنساوي بيتعطل بهالعشر دقايق، اللي يعني سبحان الله اخواننا الفرنساويه كمان، والامريكان وعدونا بداتا وما بعتوها، كله هذا بيطرح علامات استفهام. فبيجوا هودي اللي سميناهم بيطرحوا انه طيب هات نكون، اذا الامريكان بدهم يسكروا لنا الدكانه، هات نكون دكانه لليوان والروبل شوي الخزينه الامريكيه تكتشف مخالفات، عرفتي كيف؟ بحق هاي هالشخصين بالدرجه الاولى مقلد. طيب سبحان الله، يعني الامريكان ما يعني ما بيهمهم مثلا كارلوس غصن عمل هريبة من اليابان لعنا معلا، بس بيروحوا وراء حسن مقلد مثلا، بيروحوا وراء اللي بالغلط يمكن دعس لهم على طرف المشروع تبعهم. فهون شط بالبلد وقت اللي بتشبي مقومات الاقتصادية للبلد، وعنا هاي الطبقة الرأسمالية المالية ما عندها تصور لتعمل مصانع، ما هي ضربة الصناعة، ما عندها تصور لقطاع زراعي، عرفتي كيف؟ بيصيروا وقت اللي بيطلع السيد حسن بيقول انه بدنا نزرع البلاكين بدنا نعيش من الزراعة، من شو بدك تعيش طيب؟ هي اكبر الدول عايشة من الزراعة، من شو؟ عراية زياد الرحباني انه يعني بنستورد حتى البناطلين من ايطاليا ومش ضابطة على كروشنا، لانه بتزبط البنطلون على كرشنا بده يكون اطول منا بمترين، وخدي على قصقصة، عرفتي كيف؟ خدي على خراطة بالبنطلون. فهذا وضع البلد. بس دكتور وكيم، اليوم اوكي بدنا نمشي بهيدي النظريه، بس الامريكان قادرين اخر شيء، يعني صحيح
يمكن عسكريا ما أنجزوا، يمكن على الميدان ما قدروا سيطروا مثل ما هن بدهم، بس آخر شيء حضرتك أنت ذكرت في سيف كتير كبير استخدموه، هو سيف العقوبات على الدول، على سوريا اللي بعدها محاصرة لليوم، حتى على لبنان. عقوبة يعني هلا وقت لا، لأنه هن بشو مسيطرين؟ بشو سيطروا الأمريكان بعد الحرب العالمية الثانية؟ ما سيطروا بالتواجد المباشر، سيطروا بالهيمنة الاقتصادية عبر الهيمنة المالية بزمن الرأسمالية المالية، وهذا الزمن اللي بيسميه الرفيق لينين اللي هو الإمبريالية، اللي هي نشوء الاحتكارات الناجمة عن تملك رأس المال المالي للرأسمال الصناعي، وهيدا اللي واجهناه اللي هو أهم تعبير له هو أمريكا. بس هلأ وقت اللي بيجوا منظومة البريكس تطرح عملة موحدة بديلة عن الدولار، وقت اللي بيصيروا يتداولوا بين بعضهم بالعملات المحلية الروبل واليوان والتومان الإيراني، هذا اللي مش عاجب البعض هوني، يعني والبيسو البرازيلي إلى آخره. طيب هون أنت أخرجت حجم كبير من الاقتصاد العالمي من التداول بالدولار، وقت اللي بتجي الصين وتوقع اتفاق مع السعودية ومع الإمارات بالاستيراد باليوان، بتفتح اعتمادات، يعني بتروح السعودية بتفتح اعتماد باليوان، هون كسرت قصة البترودولار اللي عملها كيسنجر الله يرحمه، يعني شاب راح اللي هو ربط مبيعات الدولار أو مبيعات البترول بالدولار بال 76 بمؤتمر شهير، وقتها هذه عملية الربط هي اللي رجعت عطت للدولار قيمة بعد ما كان تم تعويمه وفصله عن الذهب بزمن نيكسون بال 71. فهوني وقت اللي بتضطري أنت تشتري، كنت تضطري تشتري كل النفط بالعالم بالدولار، ساعتها أمريكا فيها تطبع قد ما بدها. بس هلا وقت اللي بتطلع بتخرجي قسم كبير من الاقتصاد العالمي من التداول بالدولار، هذا سيدفع لعمليات تضخم عالية جدا للاقتصاد بأمريكا. هذا اللي شدناه عمليا، ما هو الرفيق رياض سلامي من وين بيجيب الفورمولات، من وين جايب هالجوايز كلياتها؟ هو بيجيب التعليم الأمريكي، انه من وين طلع بقصة طبع العملة عندنا وجاب أجلنا فيها، وينو مش عم نلاقيه، مش هيك بعده ضايع؟ انت بتعرف اكثر مني. انا دخيلي بطلع انا مرابط معه، لكن انا بعرف وين بيت اهله بنط الياس، فينا نروح نصادره، بس في قوة امنيه يتفضلوا يعملوا شغلهم، والاجهزه القضائيه شو عم يلعبوا عسكر حراميه معه. لا يعني قصه طبع العمله مع الاخ بايدن كيف عمل طفره هلا يرضي قسم كبير من الجمهور الامريكي، طبع 6 تريليون دولار زاتهم بالسوق، طالما انت ملاقيتي لهم تغطيه بيمشي الحال، بس وقت اللي ببطل في تغطيه لها بقيمه فعليه، هون بتصير الاخ ان شاء الله بتصير الدولار الامريكاني مثل الليره اللبناني. فلذلك انصح الجميع، جميع المواطنين بالتوجه الى الذهب، روحوا اشتروا ذهب يا اخوان، لانه الدولار لن يبقى، لن يصمد، لن يعني يصمد باذنه تعالى. فهون وقت اللي بتكسري هيمنه الدولار كسرتي جزء كبير من النفوذ الامريكي على القطاع المالي اللي هو بعده حكر الى الان على النفوذ الامريكي. غير هيك انت عندك هذا سيستتبع، سيستتبع كسر للهيمنه الثقافيه اللي هي بالهيمنة الأكاديمية والهيمنة الإعلامية، يعني وين في مصاري، وبتكسر قدرتهم على الضغط بالعقوبات ساعتها بطبيعة الحال، انه انت اذا طيب عملت علي عقوبة، يعني هلا قال شو هددوا احد قادة الحشد الشعبي بالعراق انه بيقبضوا عليه اذا راح على فرنسا، طيب هو راح على اوروبا، ما هو اللي يطالب فيزا تيروح لهونيك، ما بيروح لهونيك. فهلا مثلا اذا بيهددوني انا بوقف حساباتي بأمريكا، ما فيش عندي حسابات بأمريكا، بس اللي عنده حسابات بأمريكا بده يخاف اللي عنده بده يتداول بالدولار ومضطر يعتمد على التحويلات بالسويفت، بس وقت اللي بيجوا الروس بيعملوا نظام تحويل خارج وبيفوتوا في كل منظومة بريكس، ساعتها الأمريكان بيقدروا يلعبوا بهذا السويفت بينهم وبين الفرنسوية والألمان، هيك بين بعضهم يعني.
يعني ينتقل شو بيقولوا المشكل يلي فرضوه بينهم وبين الشرق، خلينا نقول إلى داخل ما هني المنطقة الغربية. عفوا احد الخبراء الامريكان بيقول عن سياسه العقوبات انه هاي اغبى سياسه، لانه هي عم بتحفز كثير دول انه تقطع علاقاتها بالامريكان. ما انت اذا ما انتك علي بالمصاري وقت اللي بتقطعي عني المصروف، يعني دونالد ترامب ينجح بالسياسة بس بقصة العقوبات كان لك الله، هو له حلقة تانية ضحكنا كتير يعني له حلقة تانية أكيد مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، يعني بعد الأعياد بعتقد بفوتوا الأمريكان بالسباق. ما هي بلش هلأ ببلش السباق الرئاسي. صحيح. شكرا لك دكتور جمال وكيم الأستاذ الجامعي على هذه الحلقة، وطبعا يعني مواعيد جديدة رح تكون ضيفنا فيها مع محطات حكما رح تكون مهمة جدا بالمرحلة القادمة. شكرا لجميع مشاهدي الأو تي في، وإلى اللقاء بحلقة جديدة من حوار اليوم.